مشاهدينا، لإلقاء المزيد من الضوء على الاقتصاد الأمريكي والعالمي ينضم إلينا من دبي عبر التيمز السيد رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إكويتي. أهلا بك أستاذ رائد. بداية نريد أن نعرف تقييمك لقوة الاقتصاد الأمريكي في ضوء البيانات التي ظهرت اليوم وأمس، وكذلك للمستويات السعرية القياسية التي وصلت إليها الأسهم الأمريكية. برأيك هل ستستمر أم ننتظر حركة تصحيح؟ يعني حقيقة البيانات اللي صدرت عن نمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة الأمريكية عن الربع الرابع تثبت حقيقة أن الاقتصاد الأمريكي هذا النمو يعني يؤكد أنه هو اقتصاد ريزيلينس متماسك قوي، أداؤه إيجابي وجيد. ونضيف لذلك أنه هذا النمو كان مدعوم حقيقة بأولا في عنا بشكل واضح نمو في مستويات الشراء والاستهلاك الشخصي وللمنتجات والخدمات، وهذا من شأنه كان أن يحقق هذا الأداء الطفرة في أسواق الأسهم الأمريكية التي تظهر وتعكس الأداء الإيجابي للاقتصاد الأمريكي. نحن عندنا سواء معظم المؤشرات الأمريكية تحقق مستويات تاريخية وتستمر بهذا الأداء الإيجابي. طبعا الأداء الإيجابي مصحوب بشكل واضح بالحزمة التحفيزية السابقة التي لا يزال تضخ أداء إيجابي جيد داخل الاقتصاد الأمريكي، مع الرغم من وجود ارتفاع في عوائد في أسعار الفائدة نظريا، ولكن لا يوجد أي علامات للضعف حقيقة في الاقتصاد الأمريكي حتى الآن، والفضل لذلك يعود للحزم السابقة إضافة إلى ثورة الـ AI والتكنولوجيا التي يشهدها الاقتصاد الأمريكي والعالم على وجه عام. نعم، يعني أستاذ رائد، بالانتقال إلى أوروبا، كيف تقرأ قرارات المركز الأوروبي بتثبيت الفائدة ووضع الاقتصاد الأوروبي الذي عانى من ضغوط عديدة خلال العام الماضي في الوقت الذي ينتعش فيه الاقتصاد الأمريكي؟ حقيقة الاقتصاد الأوروبي كالاقتصاد الأمريكي فيما يتعلق بضرورة إبقاء السياسة النقدية المتشددة حتى تصل مستويات التضخم إلى المستهدفات عند 2%، ولكن الوضع هو نوعا ما ليس بنفس الأوضاع الجيدة بالنسبة للاقتصاد الأوروبي. هو مجبر على إبقاء على أسعار فائدة مرتفعة تؤثر على النمو في القارة الأوروبية، ولكن يجب أن يصل التضخم إلى مستوياته المستهدفة لأنه لا يزال عند مستويات أعلى، بالتالي إبقاء أسعار الفائدة المرتفعة هو أمر يعني ضروري بالنسبة للمركز الأوروبي. وقد يكون هناك يعني تخلي عن هذه الأسعار الفائدة ربما أسرع من الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه من للتجنب مخاوف الركود كان لدينا مجموعة من بيانات الـ PMIs أو مؤشرات مديري المشتريات التي أظهرت التراجع، وخصوصا في المنطقة في ألمانيا من الاتحاد الأوروبي. هذا يعني أن الأمور قد تزداد سوءا نحو ركود أو حتى كساد في المنطقة الأوروبية بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض وأسعار الفائدة المرتفعة، بالتالي التراجع عن الأسعار الفائدة المرتفعة سوف يكون أسرع في المنطقة الأوروبية، وقد نرى تدخل أسرع حتى وإن لم تصل التضخم نعم. إلى المستويات المستهدفة. نعم، يعني بالنسبة لأسواق السلع وبالتحديد الذهب، هل سنرى مستوى 2100 دولار للأوقية أم نزول تحت 2000 دولار؟ يعني أعتقد الذهب متماسك بشكل كبير جدا فوق مستويات 2000 دولار للأونصة، وهذا بشأن وهذا من شأنه أن يعزز الآمال فنيا على الأقل بأن يكون هناك التوجه نحو أسعار أعلى في الفترة القادمة. يستفيد الذهب حقيقة من التوترات الجيوسياسية، يستفيد أيضا من مخاوف الركود الاقتصادي في بعض الاقتصادات حول العالم، وأيضا من مخاوف الانكماش في أسواق الأسهم على وجه التحديد أو أي تراجعات حادة. لكن حقيقة الذهب مرشح لمزيد من الارتفاعات في الربع الأول من هذا العام. نعم، السيد رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إكويتي، شكرا جزيلا لك.